heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير او على خير وصحه جيده ان شاء الله كاملين بطبيعه الحال بدون استثناء. اليوم فيديو جديد، فلوج جديد. اليوم ديتكم معايا لزارة، سارينا وشفنا الجديد وخدينا بطبيعه الحال. شريت من عندهم شي حاجه عجبتني، يعني شي بياسات زوينين عجبوني وخديتهم. شي بياسات صراحه عجبوني بزاف، ما لقيتش الطايه ديالي ولكن دومونديتهم بار نت وجاوني ان شاء الله. داكشي علاش تعطلت، انني صورت الفيديو هذه تقريبا سيمانه، هذه تقريبا سيمانه باش صورت الفيديو، ولكن كنت كنتسنى حتى نكملو باش نصور لكم المشتريات اللي خديت. وتسنيت حتى جاتني لي شوميز اللي خديت، يعني ديك الطلبات اللي خديت من عندهم باغنيت سنيتهم حتى جاوني، عاد قلت اليوم نصور لكم الفيديو. المهم دابا كما شفتوا غادي نشارك معكم المشتريات اللي خديت من زارا، غادي نشاركهم معكم كاملين ان شاء الله. ونتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، قولوا لي الراي ديالكم، شنو هي البلاصه اللي زوينه وشنو هي اللي ما زويناش، شنو اللي عجباتكم وشنو اللي ما عجباتكمش، واش عندي الذوق ولا ما عنديش. وشكرا لكم. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه الاول مره، ما ترددوش تنضموا للعائله ديالنا، مرحبا بكم كاملين كاملين كاملين. فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا لكم من كل قلبي. الناس الجداد والناس القدام، شكرا شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. ودابا نبقاو مع الفيديو. اول حاجه نبداو بها، من الافضل نبدا معاكم بلي بانطالون. نشوفوا لي بانطالون كاين هادي اوكي هادي. اول بنطلون خديت هو هذا اللي في البيض، خديته على حساب واحد لا شوميز اللي خديت من عندهم، دابا حتى غادي نوريها لكم داكشي علاش خديت هذا البيض. هذا خديت من عندهم، هذا كنت بغيت ناخذ بحال هذا اللي لابسه، كما شفتوا هذا الستيل اللي لابسه دابا، هذا كنت بغيت بحال هذا تماما، ولكن مع الاسف ما لقيتش في البيض، لقيت غير في البلون كاسي، وانا بغيته بيض بيض، ما بغيتش بلون كاسي حيت راه ديجا عندي بلون كاسي. داكشي علاش خديت هذا، عنده هاد الفتيحات من هنايا في الجنيب وعادي، يعني كلاسيك عادي سامبل. عنده هنايا هادو هكذا، هاد السمطه فيها هنايا البيض كما كتشوفوا وهي كحله. صافي البنات هادو سامبل، يعني بغيت نلبسو مع واحد لاشوميز كما قلت لكم، دابا نوريها لكم. هذا خديته ب 19.95، يعني تقريبا 20 اورو، تقريبا 20 اورو باش خديته. دابا ندوز نوريكم، سمحوا لي راه تكمش، خديته كما قلت لكم السيمانه الفايته، ولكن مع الاسف كنت كنتسنى حتى يكملوا لي الحوايج اللي خديت بارنيت حتى هما، عاد قلت نصور لكم كل شيء مجموع، فهمتوني البنات. دابا ندوزو للبنطلونيس الاخرين. نكملوا غير في لي كلاس، بنطلون كلاسيك خديت هذا. هاد لي بنطلون البنات ما غاديش يتندموا عليهم الا خديتوهم، لانهم صراحه رائعين. كانوا عندهم العام الفايت وفيه تكمش بزاف، ما غاديش يبان لكم، ولكن راه نفسه اللي لابسه نفسه، كيختلف في اللويه كيختلف. هذا تقريبا واحد بلوسيه الغامق شويه، وهذا بحال شكل ديال الغوز ولكن داكن بزاف، يعني داك الغوز مغلوق، يعني واحد اللويه رائعه البنات. ونوري لكم كيفاش داير، يعني بحال هذا، مع دابا هذا تكمش ما غاديش نقدر نوري لكم مزيان. شفتوا البنات كيف داير من التحت هكذا صراحه، وعندو جوبات هكذا كيحمق في اللبسه وكيجي كلاس، كيجي زوين بزاف، يعني تقدروا تلبسوه ماشي بالضروره مع لي طالون، تقدروا تلبسوه مع هذا سبادري ولا هكذا، تلبسوه يعني كلاس وتقدروا تلبسوه سبور، ولكن صراحه هكذا كلاس كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. كما قلت لكم شفتوا كيفاش كيجي تاي اوت طالع حتى الفوق حتى لهنايا، وكيجي زوين في اللبسه، يعني الا خديتوه ما غاديش يتندموا عليه البنات. كما قلت لكم ما غاديش يتندموا عليهم صراحه، مزيونين بزاف بزاف، كيجيو في اللبسه انيقين كما كتشوفوا. هذا خديته العام فايت البنات، خديته العام فايت ماشي هذا العام، وخديت واحد في البيج وواحد في كولور اخر، ولكن هذا العام عاوتاني لقيتهم وقلت ضروري ناخذهم لان عجبوني وكيجيو في اللبسه
كلاس بزاف بزاف كيجيو زوينين ما غاديش يتندموا عليهم. لقيت هاد الكولور هاد العام هذا وانا ناخذو اي شفتو يعني بلا ما ترددتش لان صراحه كيعجبوني كيفاش كيعملوا الكور ديالك يعني كيعملوا واحد لوكور زوين بزاف بزاف. خديت هذا كما كتشوفوا معايا في هاد اللون هذا بلو سيال ولكن مغلوق راه صراحه غير الكاميرا ما عطياش اللون ديالو ما عطياش يعني الضوء ما عطيش اللون ديالو الحقيقي راه مزيون مزيون بزاف واحد اللون كيحمق البنات. هادو دايرين دابا 25.95 نفس الثمن باش خديتهم العام فايت نفس الثمن يعني ما تغيرش يعني تقريبا 26 اورو ولكن كيستاهل. هذا الا شريتوه البنات ما غاديش يتندموا عليه انا متاكده ما غاديش يتندموا عليه لان كيف ما كانت لاطاي ديالك غادي يرجعها غزاله. هذا مزيون بزاف ما كيكونوش فيه الجيوب من اللور شفتوا سمحوا لي راه مكمش ما خصو يتحدد ولكن انا يا غير جاتني سلعه خليتها في بلاستيك ديالها باش نصورها لكم عاد من بعد نعلقها ونقادها. البنطلون الثالث من غير الابيض وهذاك البلو كاين هذا نفسه ديال زارا حتى هو ونفس الستيل حتى هو طالع ونفس الستيل البنات نفس الستيل فقط هنايا كيختلف هنايا شفتوا كيفاش داير هذا اللوين صراحه مزيون كيبان بحال الحمر ولكن هو راه ماشي حمر البنات راه مارون مغلوق مارون مغلوق واخا ما في التصوير الكاميرا ما عطياش الحق ديالو صراحه حتى هو مزيون بزاف نفس الثمن حتى هو 25.95 طايا اس انا كناخذ طايا اس البنات غير طايا اس كما كتشوفوا كناخذ طايا اس وخديت هذا البنطلون هذا صراحه هذا كيجي زوين مع لي مونطو هكذا يعني كتبغي تلبسي مع ايامات دابا البرد فاش ايامات البرد هكذا كيجيو زوينين في اللبسه لي مونطو ولا مع لي فيست مثلا دوك الطوال اللي كيكونوا طوال وهذا كيجي زوين في اللبسه ما واسعش كيجي إلاستيك كيجي لاصق ولكن صراحه زوين. خديت هاد اللون في الكري والكحل شفتو ما فيهش حتى هو الجيوب هكذا عادي ما فيهش الجيوب من اللور و إلاستيك كيتجبد البنات. هذا الثمن ديالو شحال خديتو هذا 19.95 19.95 وهذا خديت طايا ام طايا ام اللي خديت دابا غادي نوريكم حاجه اخرى اللي خديت هو هذا البنطلون هذا بنطلون كورت يعني شورت ولكن كلاس يعني كيتلبس كلاس هذا الشورت هذا شفتوا كيفاش داير صراحه كيحمق واللون رائع راه الخضر تقريبا دابا هو اللي دارج على الموضه هذا اللون هذا الخضر هذا عاسي زوين في اللبسه كيجي رائع شفتوا وهذا هو اللور ديالو فيه هذا الشويب هذا فيه غير جيب واحد الشكل ديالو زوين في هاد السلسله هنايا في الجلد شحال هكا شفتوها كيجي زوين بزاف بزاف في اللبسه البنات صراحه رائع انا عجبني واللون ديالو كيحمق شوفوا اللون عرفتي واحد الخضر واعر. هذا البنات خديته هذا ب 19.95 وخديت الطايا ام ولكن صراحه فاش جيت للدار دابا قياسته مزيان جاني شويه كبير يعني ما عرفتش واش نبدلو ولا غير نخليه والله ما عرفت جاني شويه واحد شويه كبير عليا ولكن ما عرفتش واش نخليه ولا ما عرفتش. المهم غادي نشوف شفتو مزيون حتى هو واللوين ديالو كيحمق. المهم خديت معاه خديت على حساب هاد الشورت واحد لاشوميز خديت واحد لاشوميز حتى هي زوينه هاد لاشوميز هادي خديت هاد لاشوميز البنات صراحه زوينه كتجي في اللبسه رائعه عندها كميمات ديالها هكذا ماكش باينه لكم هاد السطيفات هكذا ودايره هكذا من هنايا عندها الكميم شويه واسعين عراض هكذا وجاو حتى لهنا وتجمعوا حتى الايد وتجمعوا وكتجي زوينه ما طويله شي بزاف ولكن ما قصيراش.
كتجي زوينه وعرفتي التوب ديالها كيحمق واللوين زوين بزاف، فيها الخضر فيها البيستاش وفيها الموف، زوينه بزاف هاد لا شوميز. هادي البنات الثمن ديالها 22.95 يعني تقريبا 23 اورو تقريبا الثمن ديالها، والتوب ديالها زوين 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 ورطب بزاف بزاف. المهم البنات هذا وصلني من زارا، هذا من بين الحوايج اللي درت لهم كوموند بار انترنيت، ولكن مازال ما فتحتهاش، غادي نفتحها معاكم دابا. الاخرى فتحتها راني شاركتها في انستغرام، وهذه دابا انا غادي نفتحها معاكم. هذه لقيتها مثلا لقيتها في المحل ديال زارا، ولكن لقيتها كبيره كبيره سي، لقيتها طاية كبار وانا بغيت الطاية تكون شويه صغيره، بغيت طاية اس بطبيعة الحال، وصافي ودومونديتها بار انترنيت داكشي علاش. سمحوا لي على الصداع ديال البابيل. هادي كسيوة على شكل كاميسة، يعني على شكل شوميز، ولكن هي كسوة يعني كتجي فوق الركبة، فوق الركبة يعني بالنسبة للبنات اللي ما كيقدروش يلبسوا هكذا دوك الكساوي شوية مقزبين، يعني ما تصلحش ليهم صراحة، مقزبة شوية يعني كتجي فوق الركبة، ولكن راه في اللبسة ديالها كتجي رائعة البنات. كميمات ديالها شوفوا كيفاش عاملين، يعني كيجيو غير حتى لهنايا، شوفوا كيفاش عاملة، أنا عجبتني قيستها ولكن قيست طاية إم وجاتني كبيرة بزاف بزاف. المهم هنايا طاية إس ما عاملينش لي فيها الثمن، ولكن أنا خديتها خديتها البنات بتسعود وتلاتين 39.95، ماعرفتش غتبان ليكم 39.95 تقريبا 40 اورو باش خديتها. ودابا غادي نوريكم لا كوموند الثانيه اللي ديجا فتحتها، هاد لا كوموند هذه ديجا فتحتها البنات، لكن هذه حتى هي الزرق والبيض تقريبا كيتشابهوا، ماشي بزاف ولكن شويه، لا هذه فيها واحد الزرق شوفوا تقريبا كيتشابهوا ياك، كيتشابهوا ما انتبهتش بانهم راه كيتشابهوا حتى دابا، حتى حطيتهم بزوج هكذا شوفوا البنات كيتشابهوا، ولكن هذه كسيوه وهذه شوميز. هاد لا شوميز هذه شوفوا كيفاش دايره، كتجي في اللبسه رائعه. هي اللي خديت لها البنطلون البيض، حتى هي تقريبا نفس ستيل ديال الكمايم ديال الكسوة ديال لاغوب، نفس ستيل وزوينة في اللبسة، كتجي زوينة حيت جربتها وجاتني زوينة في اللبسة. هادي الثمن ديالها حتى هي 40 اورو تقريبا 39.95 يعني تقريبا 40 اورو، هاهو الثمن تقريبا 40 اورو البنات. صافي دابا بقى لي اخر حاجه غادي نوريكم، هي واحد بحال لافيست بحال شكل مونطو بحال فيست اللي عجبني بزاف بزاف، وما كان خاصني الحمر في هذا الستيل هذا، وهو هذا المونطو هذا شفتو كيفاش كيجي مزيون مزيون في الصاله ديالو، لان انا صراحه لي مونطو لي فيست ديال زارا كيعجبوني بزاف بزاف بزاف، غنلبسو معاكم هكذا ما تدوش على الالوان، راه ما جاش معاهم بطبيعه الحال، ولكن غير باش نقيسو لكم دابا شفتوا كيفاش كيجي، تقدري تسديه هكذا تنشف هكذا، تقدر تسد هكذا شوفوا مزيون مزيون صراحه، الشكل ديالو كيحمق في اللبسه شوفوا، ما طويلش بزاف يعني هكذا مع بنطلون كلاس في الكحال في الابيض، هاد اللوين ما جاش معاه، ما جاش مع الاحمر بطبيعه الحال، انا ما عجبنيش، ولكن انا غير قيستو دابا باش نوريه لكم كيفاش فين كيوصل وكيفاش كيجي. فيه هاد جوج جويبات هادو باقي مسدودين باقي ما فتحتهمش، والكمام ديالو كيجيو مجموعين يعني ما كيجيوش دوك واسعين هكذا، كيجي زوين وماشي سخون بزاف وماشي بارد، يعني بحال دابا بحال دابا الوقيته ديال
يعني يكون غير شويه ديال البرد تلبسيه، الا كان البرد بزاف تلبسي تحتو شي تريكو هكذا كول مونتي ولا هكذا شي سخين هكذا وتلبسيه. مزيون مزيون، هو في اللون ديالو راه احمر، راه غير دابا كما قلت لكم راه الاضاءه ما كتعطيش الحق ديال التصوير صراحه، هو راه احمر غوج 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 يعني غوج فرونسي، ما عرفتش علاش كيبان كيبان في لاكام اورانج، ولكن لا البنات راه احمر، راه في اللون الاحمر وزوين. هذا الثمن ديالو داير 49 49.95، يعني تقريبا 50 اورو، تقريبا 50 اورو باش خديته وزوين. يعني هذا تقدري تلبسيه ماشي بالضروره غير في ايامات البرد، يعني غير يكون شويه في العشيه ولا هكذا تقدري تلبسيه، حيت ما سخونش بزاف ما سخونش. صافي البنات، هادشي اللي كاين ديال اليوم. المهم تسناوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، تقدر تكون وصفه طبيعيه، والفيديو اللي من بعد ان شاء الله غادي تكون غادي تكون حوايج اللي خديت في مازال نسيت، سمحوا لي نسيت واحد الحاجه قبل ما نكمل معاكم، نسيت البارفان. خديت صراحه ما كناخذش من زارا، اول مره غادي ناخذ بارفان ديال زارا، كنت كناخذها ولكن كناخذها لبناتي، يعني ديال ديال الصغار، يعني ديال البنات صغيورين، ولكن بالنسبه للناس ادول صراحه ما عمرني خديت بارفان. شفتها قلت غادي نجربها لان شكروها الناس بزاف، وقلت غادي نجربها، خديت هاد الصغيره هذه فقط باش نجربها، وديك الساعه الا عجبتني راني نقولها لكم. المهم ما نكذبش عليكم ما عمرني جربتها، دونك صراحه الريحه ديالها رائعه زوينه، ريحتها زوينه زوينه زوينه، ولكن واش كديريها وكتبقى واحد المده على الاقل واحد السويعات ولا كطير سيغ بلاص، هذه ما نقدرش نحكم عليها حيت مازال ما جربتهاش. يلا خديتها وخليتها يعني هنايا مع الحوايج، ما استعملتهاش. يمكن هادي ديال شي بنطلون ما عقلتش بشحال خديتها، ولكن يمكن فيها الثمن ما عقلتش، لا فيها 6 اورو، 5.95 باش خديتها، يعني تقريبا 6 اورو باش خديتها. هادي عجبتني، هادي اورشيد، فيهم عندهم بزاف ديال لي مارك. المهم هاد اورشيد هي اللي خديت عجبتني صراحه زوينه، ما نكذبش عليكم ريحتها زوينه، ريحتها زوينه، ولكن واش كتصبر شويه واش كتبقى واحد شويه ولا كديريها وكتفرفر ما نقدرش نحكم عليها. المهم لحد الان عجبتني. شنو كنت غنقول لكم البنات قبل ما نسالي الفيديو، بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم، ماشي غير البنات، ورجال وبنات وكلشي كاع اللي كيتفرج ولا اللي كيدعمني بلايك ولا كيدعمني بمشاهده، شكرا لكم كاملين بدون استثناء من كل قلبي. تسناو ان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون ان شاء الله وصفه طبيعيه، كما تعودتوا عليا انني مره كندير فلوغات ومره وصفات طبيعيه، والفيديو اللي من بعد ان شاء الله غادي يكون مشتريات كذلك اللي خديتها، سمحوا لي خديتها في الصيف في العطله، ولكن ما نكذبش عليكم ما كانش عندي الوقت انني باش نشاركها معكم، مازالين باللي تيكيت ديالهم مازال ما لبستهمش، ما نكذبش عليكم حيت هذا الصيف ما هبطناش للمغرب يعني، وحتى هنايا يعني ما خرجناش بزاف، يعني اغلبيه كنمشيو للبلايا يعني البحر، اغلبيه البحر دوزنا هاد العام غير البحر البحر البحر، يعني ما لبستهمش ما تاحت ليش الفرصه مازال نلبسهم، داكشي علاش ان شاء الله غادي نوريهم لكم، مازالين جداد في التيكيت ديالهم في الاثمنه ديالهم كلشي مازالين، غادي نوريهم لكم ان شاء الله. في الناس اللي كيعجبهم الفيديوهات ديال المشتريات وديال الحوايج كونوا في الموعد ان شاء الله، راه غادي يكون واحد الفيديو طوب 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 زوين بزاف، لان فيه ماشي غير حوايج، فيه عرام، العرام ديال الحوايج الله يستر، فيه العرام ديال الحوايج البنات. المهم خصني نشاركهم معكم لانهم خصهم يعني تترتبوا ويتصلحوا ويترتبوا وتنزلوا في بلايصهم، ما غاديش نبقى نخليهم في بولسه، داكشي علاش خصني نشاركهم معكم قبل ما يعني قبل ما نرجعهم لبلايصهم، هادشي بغيت نقول لكم البنات. بيزو كبيره لكم كاملين 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 من كل قلبي، تهلاو لي فروسكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلام عليكم. Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to live.